تربح. طه ابو الفضل، منسق عام اتحاد اهلي السيده زينب. احنا عندنا اتحاد اهلي السيده زينب وصلنا لمرحله تكوينه قبل فضل عصام، يعني بعد 30/6، ولما عرفنا ان نفس المساوئ اللي ارتكبناها كشباب ثوره في ميدان التحرير وفي ميدان الاتحاديه بعد 25 يناير 2011 اتكررت بصوره بالكربون، فاحنا رجعنا شباب السيده زينب، والمعروفه السيده زينب كان دورها عامل ازاي في ميدان التحرير وفي المسيرات وفي الحشد. رجعنا كلنا على اساس ناسس اتحاد اهل السيده زينب وننفذ بشكل شخصي كل مطالب الثوره واهداف الثوره في حي السيده زينب مع الجهات التنفيذيه والجهات الامنيه. تعامل الجهات التنفيذيه والجهات الامنيه مع الحمله كان ازاي؟ كان فوق المتوقع، يعني احنا كنا متوقعين نلقى صعوبات، لكن اكتشفنا ان روح ثوره 30/6 غيرت الناس دي كلها. اكتشفنا ان رئيس الحي اللي هو وجدي اللي موجود الحالي بيسبقنا في الفاعليه، بيوفر لنا كل امكانيات حي الحي في السيده زينب. اكتشفنا ان الحشد الشبابي اللي موجود استمرتنا كاتحاد اهالي السيده زينب دلوقتي منتشره في السيده زينب زي استمار التمرد، منتشره لوحدها، بتيجي لنا ناس احنا ما نعرفهاش وهي عايزه تتعرف علينا وبتعمل بينا. اصبحت دلوقتي اتحاد اهالي السيده زينب كمجموعه شبابيه هي طوق النجاه لابناء السيده زينب، اللي بتبدا من كنس الشارع بالمقشه كلنا لحد العمل على المحليات ومجلس الشعب. الحمله لها توجه سياسي معين تنتمي لحزب سياسي بعينه؟ لا، حمله اتحاد اهالي السيده زينب من اهم مبادئها عدم الانتماء سياسيا لاي حزب من الاحزاب، وهي تقبل كل الاحزاب تحت عباءه اتحاد اهالي السيده زينب. العمل معنا بشكل تواجد جماهيري في الشارع خدمي للناس لتوفير كل احتياجاتهم، لكن توجهات سياسيه احنا ما فيش اي تيار سياسي هيسيطر علينا سواء دلوقتي او مستقبلا. بالعكس، لن نسمح برضه لاي عضو مجلس الشعب يجي على السيده زينب ببراشوت ويحط الصوت الانتخابي في كفه في مقابل مادي. لن نسمح ان الصوت الانتخابي يبقى له مقابل مادي في السيده زينب. احنا الصوت الانتخابي عندنا من اهم مكاسب ثورتنا ويجب ان نحترمه. وإضافة أن اتحاد أهل السيدة زينب القائم عليه مجموعات شبابية من الدرجة الأولى، وكلهم من أبناء ثورة 25 يناير 2011 وأبناء ثورة 30، والاتنين اندمجوا ببعض وخرجونا اتحاد أهل السيدة زينب. وأهدافنا طبعا أهداف رائعة، وذلك بالتعاون مع الشباب الكنيسة، بالتعاون مع الشباب كافة التيارات السياسية الشباب، بس لن نسمح بمطلب شخصي ولن نسمح بأي فكر متطرف ولن نسمح بإهانة سياسية مرة تانية. وجميع الحقوق الشبابية احنا بنطالب بها الدولة، والمجموعات دلوقتي ما شاء الله يعني زادت بشكل ملحوظ وبتتعامل مع جهات تنفيذية، وعرضنا فكرتنا على رئاسة الجمهورية وعرضنا على المحافظ، وجاري التواصل مع بعض الوزارات الخدمية زي وزارة البيئة وزارة التعليم وزارة الصحة، وعملنا ملف عن العشوائيات، 3 مناطق عشوائية من الدرجة الأولى للقضاء على المشاكل اللي موجودة في العشوائيات دي، وبنطمع في حاجات كتير جدا. يعني احنا عايزين نحقق كل اهداف الثوره في يوم، بس احنا عارفين انها تتحقق في سنه وفي اتنين، ومش هنمل ومش هنتعب، ولو تعب منا حد هيطلع بدل مكان الواحد 1000 من ابناء السيده زينب. دكتوره ناهي زيتون، امينه المراه في جبهه اراده شعب مصر، حضرتك شايفه النهارده المؤتمر لاتحاد شباب السيده زينب ازاي؟ والله انا مبسوطه بيهم جدا جدا جدا. احنا جينا طبعا بناء على طلبهم ورغبه منا ان احنا نتواصل مع الشباب، نتواصل مع اي جبهات ممكن تعمل حاجه تفيد الشباب وتفيد مصر كلها. اللي انا سمعته جميل جدا وانبسطت قوي قوي بيه، لدرجه تحمسنا، ومعنى احنا مش السيده زينب بس تحمسنا للفكره، واتمنى لهم التوفيق، واحنا نتمنى ان هم يعني ما اعرفش يعني انا عايزاهم يعني يبتدوا، مش هنقعد بقى كل شويه نتكلم وبتاع، انا عايزاهم ينزلوا ويبتدوا ويحسوا ان هم هيعملوا حاجه فعاله لبلدهم اولا، لحيهم، لشعبهم، والشباب الجميله دي هتنزل عندها طاقه وعندها كل حتى الامكانيات هتبقى ضعيفه الاول، بس شويه شويه بجهدهم
بتصميمهم على انهم يعملوا حاجه كويسه. ان شاء الله هيتوفقوا وان شاء الله يكونوا، واحنا هنبقى معاهم. احنا الجبهه فيها شباب كتير زيهم وفيها ناس كتير ممكن تتطوع معاهم، وهتبقى خبره لينا وليهم. احنا برضو هناخد منهم خبرات وهم، واحنا هنديهم خبرات. ان شاء الله اتمنى ليهم التوفيق، واتمنى ان كل شاب في اي منطقه يحاول يعمل تحالف زي ده لطيف، والناس كلها حابين بعضيهم. منظر جميل قوي المكان اللي احنا بصراحه ساحر اللي احنا تعزمنا فيه، ويعني مش عارفه اقول لك، الجو جميل جدا والشباب كلها لطيفه وكلها متعاونه وكلها محبه بعضيها، ودي اجمل حاجه. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى لهم ان كل ماذا يبقى فيه توسع للجبهه، واللي فيه توسع لارادتهم، وفي الناس كمان تدخل كل حي بطريقته، يعني المنيل، الجيزه، القاهره، كله شويه كلنا نساعد الحكومه ايدنا في ايدهم، وان شاء الله هيبقى للاحسن.